السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قيمة He is the founder of the College of Applied Medical Sciences in Egypt. The Dean of the Faculty of Applied Medical Sciences previous and former Vice President of October 6 University and member of the Board of Trustees at October 6 University. مؤسس كلية العلوم الطبية التطبيقية في مصر وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية السابق ونائب رئيس جامعة السادس من أكتوبر السابق وعضو مجلس الأمناء بجامعة السادس من أكتوبر. ومع كلمة الأستاذ الدكتور طلعت ريحان مؤسس كلية العلوم الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. الأستاذ الدكتور أحمد عطية، إخواني نواب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء، الإخوة العمداء والأساتذة، الأخ علي شيني من ورا، الجميع أبنائي الخريجين سواء طالبات وطلبة، هذا يوم أنا أفتخر فيه، لأن من 14 سنة كنت أنا والدكتور أحمد عطية بنحلم أن أنا لما جيت له وبدور أعمل إيه، فكان حابب يديني نصيحة يعني من غيره هو العميد المؤسس فعلا صاحب الفكر المستمر، إلا أنا زي ما قال لكم كان نائب رئيس جامعة وعميد كلية أربع كليات، إنما ما زال بيعطينا النصيحة. الحقيقة أنا ما عملتش هذا الشغل لوحدي، الحقيقة الجامعة ادتني كل سبورت، وأذكر بذلك الأستاذ الدكتور سيد تونسي محمود رئيس مجلس الأمناء. الراجل اعتبرنا كارت بلانش، قلت له أنا عاوز أماكن وسكولرشيبس للتمريض، فقال لي عاوز كام؟ قلت له عاوز 15، فاداني 15، وكنا بندي بوكيت ماني بندي فلوس للطلبة ونركبهم الويزات ونخليهم يغدوا في الجامعة. فالحقيقة يعني كان جهد، والحقيقة بنرجو إن التمريض يكون هو منارة المكان، لأن احنا كلنا عارفين إن التمريض هو الأساس في كل شيء. الأستاذ الدكتور أحمد عطية أنا ذكرت طبعا إنه من غيره ما كناش نقدر نعمل حاجة، هو الكل في الكل يعني. في بعض الزملاء اللي لعبوا معايا دور أساسي في هذه الكلية، أذكر منهم المرحوم الأستاذ الدكتور محمود محفوظ رحمه الله. حيث كان مرشدا لنا جميعا، وكان سابقا لعصره زي انور الزبير كده، بيبص بعيد خالص والناس كلها بتبص تحت الجهه. فالحقيقه رحمه الله. في معانا كمان الاستاذ الدكتور علي طلعت. علي طلعت هنا اهو. كان عميل كليه الهندسه، من غيره ما كناش نقدر نعمل قسم الاجهزه الطبيه. كنت لو كنت عندي مشكله اكلمه يقوم يبعت لي الاستاذ الكهرباء، استاذ التخصصات المختلفه اللي موجوده عشان خاطر ما نعملش مستوى العلوم الطبيه منخفض. الدكتور عبد الله سيد احمد الله يرحمه، انما خليكم الدكتور بيه. مش ممكن انسى الدكتور اسماعيل حجازي، لأن كان دراعي اليمين. يعني اسماعيل حجازي انا لما سبت كليه العلوم الطبيه وبقيت نائب رئيس الجامعه سبتها في ايد امينه، ولم ما فيش في يوم من الايام قلت له تعمل كذا ولا ما تعملش كذا. هو بنفسه الحقيقه الراجل كان بيجي دائما
ويستشرني ويتكلم معايا، لان احنا بنعتبرها مركب واحده وان احنا كلنا لازم ننجح. فالحمد لله ان انا بشوف الوجوه دي، وان كنتوا مش بس اللي نجحنا، ده احنا خرجنا ناس منهم نقيب المهن الطبيه. من الناس اللي قدام الكويسين اللي كانوا بيهمنوا جدا دكتور امير حامد، اللي هي طبعا لو قلت له دكتور محمد بندق يشوف الناس دي، يشوف الناس النص بتاعي المهم الدكتور هناء مصطفى، اللي هي دكتوره ايمان البابولي. لا يمكن ننسى احنا عملنا عملت مجلس كليه يخرج يعني يقطع الصخر، كانوا كلهم ديديكيتد وكلهم متحمسين. طبعا الاستاذ الدكتور محمد شعراوي، انا كنت الاخر متعمد، لان الدكتور محمد شعراوي اولا حصل على جائزه الدوله وجائزه النيل ورئيس اتحاد الاتحاديه الطبيه في العالمي، يعني رجل. شوفوا حضراتكم الاعضاء المجلس في هذا الوقت كانوا كلهم بيل شارتس وبيل جاندز كمان. فالحقيقه دول هم اللي شالوا الكليه. انا عارف ان انتم مش عاوزين كفايه كده يعني دول. انما انا اقول لكم قصه نجاح مجموعه من الناس اقتنعت بانه لازم يعمل علوم طبيه. رحت مره انا والدكتور مختار الشهاوي الله يرحمه، كان امين عام الجامعه، ورحنا قابلنا مندوب كليه الطب اللي هو في مكان النقابه، بيقول يا دكتور طلع انت عايز تضحك علينا؟ ايه العلوم الطبيه بتاعتك دي؟ انت عاوزين تجيب بتوع علوم ويبقوا يشتغلوا في المهنه الطبيه؟ طب انا عندي ناس بتوع باثولوجي وبتوع طب وشغال شغال. قلت له يا دكتور الايشو ده مختلف. ده في كليات علوم طبيه في امريكا، في كليات علوم طبيه في الكويت، في كليات علوم طبيه في المملكه العربيه السعوديه. والحقيقه الباقي هنا دلوقتي الكل خارج السلم بتاعنا وبيغسلوها بيصوروها ويجيبوا وياخدوا الابلكيشن. فاحنا ريفرنس في كليات العلوم الطبيه. اشكركم واتمنى لكم حفل سعيد. استاذنا الغالي، يا من أعطيت للحياة قيمة، يا من غرست التميز ومعانيه بين جدران كليتنا لكي نحلق في سمائها، لذا نرسل لك وساما من النور بعدد